بالنسبة للأطفال، بالنسبة أنت طبعا أنت اشتغلت مع أطفال كتير جدا، بالنسبة للأطفال هل إحساسهم بالوجع بيكون أكتر ولا أقل؟ لأن أنا سمعت مثلا في ناس تقول لك إحنا لما بنعمل جراحة لطفل بيبقى أول واحد بيحب يمشي من المستشفى، أول واحد بيبقى مبسوط إن هو خلص خلاص العملية وبيبدأ يجري ويروح، هل تفتكر إن هو بيحس أكتر ولا أقل؟ الأطفال أقل من سنة الحمد لله برحمة من ربنا، ما بيبقاش عندهم ذاكرة للألم، ما بيبقاش عندهم ذاكرة للألم، الألم ده ما بيأثرش عليهم نفسيا، بيحسوه طبعا وممكن ان هو يؤذيهم جامد جدا ولكنهم لا يتذكرونه فيما بعد، علشان كده في بعض الجراحات اللي بتتعمل للأطفال أقل من سنة زي الطهارة مثلا، ممكن تتعمل من غير تخدير. طهارة الأولاد طبعا، طهارة الأولاد طبعا ممكن تتعمل من غير تخدير. اوكي ليه؟ لانه الطفل ما عندوش ذاكره للالم، بعد سنه طبعا بيبقى فيه ذاكره واضحه جدا للالم وبتاثر في تكوينه النفسي فيما بعد. والالم النفسي والالم العضوي اللي الطفل بيتعرض ليه بيأثر عليه طول عمره. طبعا الالم النفسي ده نو وين، يعني لا يمكن، مستحيل ان هو يختفي خالص، مستحيل اصلا مستحيل. طب انا هسال حضرتك على موضوع اجراء العمليات بدون بنج. هل ممكن فعلا حد من دول يستحمل جراحات بدون بنج؟ في على حسب، على حسب في بعض يعني الظروف، لانه البنج شحيح وبالتالي لابد من ترشيد استخدامه باكثر الطرق الممكنه، فبيتم الطلب انه تخفيض الاجراء المطلوب ما يبقاش هياخد وقت طويل، وتخفيض الأدوية اللي بتعطى البنج. يعني احنا مفروض عادة بياخد مسكن ومهدئ وباسط للعضلات ومجموعة من الحاجات اللي بتعمل ما يسمى بالتخدير، فممكن ان هو يقولك طب مش هندي باسط للعضلات، طب مش هنعمل مش عارف ايه عشان يوفره في الأدوية. الحاجة التانية بعض الحاجات اللي هو ممكن العيان ينام مثلا بنج كلي او بنج موضعي، خلينا في الموضعي، ممكن ياخد بنج نصفي، ممكن ان هو لو حاجة اجراء محدود زي انه مثلا بياخد غرز مثلا او حاجات زي كده، مش عادي يعني في الظروف العاديه مش عادي، لكن ممكن ان هم يلجأوا ان هم يعملوه من غير بنج. لكن جراحات كبيره يوفروا ليها البنج يعني على قد ما يقدروا، على قد ما يقدروا. تاريخيا يعني حضرتك مشهوره القصص بتاع انه مثلا انه دكتور مثلا اضطر يعمل عمليه لنفسه في القطب الجنوبي وبتاع، بس دي حاجات كنا بنقرا عنها، انه يبقى هم على بعد أمتار من كل حاجة ممكن تتوفر لهم، وده مش هيأثر في سير الحرب اللي هم بيقولوا عليها. أنا شايف إنه هو جريمة إنه ما تبقاش الإمكانيات دي متوفرة للمريض، لأنه في الآخر المريض ده هو شخص لا حول له ولا قوة، وعلينا واجب إنساني كأطباء وكفريق طبي إننا نقدم له أفضل عناية ممكنة. في أطباء كثيرة راحت ولبت هناك في العريش وبيروحوا إن هم يساعدوا كتير، في أطباء كتيرة أعرفهم. عندنا في القصر العيني إحنا الحمد لله مسؤولين عن إدارة قسم جراحة المخ والأعصاب في مستشفى العريش العام منذ سنوات، وعندنا يعني مجموعة من الأطباء دايما موجودين هناك. كمان عشان الحرب اللي كانت دايرة في سينا في الفترة اللي فاتت برضو إحنا بنغطي مستشفيات عبر الجمهورية، يعني إحنا برضو ماسكين شرم الشيخ الدولي وبرضو في كذا مكان، بس قصدي بالنسبة للعريش طبعا اشتغلنا في الفترة بتاعت الحرب دهيت لفترة طويلة جدا، وشغالين دلوقتي بعض الحالات. يعني في الحرب اللي على الإرهاب كانت لسه مستمرة فترة قريبة جدا، لغاية فترة قريبة يعني مثلا زملائي اللي راحوا من أسبوعين العريش اشتغلوا 30 حالة من غزة في أسبوع واحد، حضرتك متخيلة الرقم كبير جدا، يعني الناس ما كانتش بتنام، حالات متقدمة جدا محتاجة إمكانيات. ونزيف المخ برضو بيعملوه ولا لا؟ طبعا يعني كان في حالات نزيف في المخ موجودة، وكانت في حالات كسور في العمود الفقري موجودة، وكانت في كسور في الجمجمة.